ثم خلص الاسم. ومثل فعل في ذا الإعلان وهو نقل حركة العين الفاء اسم ضاها مضارعا أشبه المضارعة، وفيه واسم يمتاز به عن المضارع، ومشابهة له تكون في الوزن دون الزيادة، وفي الزيادة رفع دونه. مثال ذلك مقام، مقام مثل يقرأ في الحركات والحروف، ترتيب الحركات والحروف. مقام صار مقوم كيقرأ، مقوم كيقرأ، فتحة في السكون فتحة حروف أربعة. إذا هو اسمه يشبه المضارع بالوزن دون الزيادة. الزيادة مبدوء بميم والفعل يبدأ بميم. وكذلك مقيم أصلها مقوم، مقوم، ومبين أصلها مبين. كذلك لا هذا في إعلان. لماذا اشترط في الاسم أن يعلم أن يشبه المضارع من وجه؟ قالوا سبب ذلك أن الأصل في الإعلان للأفعال لا يحمل عليه من الأسماء إلا ما أشبهها، واشترطوا مخالفته له حتى لا يكون كل فعل يشبه الاسم يعل، وهذا ليس مطلوبا. فتقول مقام مقوم، نقلت حركة العين وهي الواو إلى ما قبلها، ثم قلبت الألف، قلبت الواو ألفا. قالوا لتحركها في الأصل بفتح ما قبلها في الحرف، الحرف المنقولة في الحركة مرحبا، الحرف الذي نقلت من الحركة واو، والواو لا يجانس الفتحة، مرحبا مرحبا مرحبا. قلبوا الواو ألفا ليجانس الحركة. ومقيم أصلها مقوم، مقوم واو، واو. فنقلوا الحركة وهي كسرة من واو وليست مجانسة له، فقلبوا الواو ياء يعني حتى تجانس الحركة. الثاني أن يماثله في الزيادة دون الوزن، كما لو صوت من القول مثل تحلئ قشرة الجلد أو تقول، يعني تقول في أوله زيادة خاصة بالأفعال وهي التاء تدل على الخطاب والخطاب والغيبة، تقول. ثم هو يخالف الوزن، فلا يكون على وزن مفعل، هكذا لا يكون على وزن. إذن تقول في تقول، تنقل حركة الواو إلى القاف، ثم تقلب الواو ياء يعني من جنس الحركة المنقولة، فيصير له ثقيل. تبيع، تبيع، نقلت حركة العين وهي كسرة إلى الباء وهو فاء الكلمة، صارت تبيع الحركة المنقولة كسرة والمنقولة منه ياء، التجارس حاصل. نرجع الفقرة الأولى. نقول بثلت بي يبيع ويقول. كذلك أبان، أبان، أبان وأجاز، أبان صار أبين، نقلنا حركة العين، العين وهي ياء الكلمة، أبان أبين إلى الفاء، إلى الفاء، والحركة المنقولة غير مجانسة، الحركة فتحة والمنقولة منه ياء، فقلبنا الياء ألفا لتحركها في الأصل وانفتاح ما قبل في الحال. قال بعضهم لفقت لها شروط الإبدال، رائع العبارة. أقام أصلها أقوم، أقوم، هذا تابع الفقرة الأولى وهي نقل حركة عين الفعل. أقام أصلها أقوم، نقلنا حركة الواو إلى القاف، ثم قلبنا الواو ألفا لتحركها في الأصل وانفتاح ما قبلها في الحال، صارت أقام. كذلك مقيم ومبين أوضحتها قبل قليل، مقيم ويقيم ويبين، يقيم صلى يقوم، نقلنا حركة الواو إلى القاف، ثم قلبنا الواو ياء لتجانس الحركة المنقولة. أو تقول السبب، عندي قاعدة في اللغة، الواو إذا سكنت بعد كسرة تقلب ياء، ويبين كذلك يبين. كذلك تقول في اللغة العربية خف، 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 خف صلى إخوف، إخوف، نقلت حركة الواو إخوة إلى الخاء باء الكلمة. ثم استغنيت عن زمزة الوصل، جئت بها للنطق بالساكن، الآن لم يعد ساكنا، ثم قلبت الواو ألفا لتحركها في الأصل وانقلاب وفتح ما قبل الحال، لكن اصطدمت
بلام الكلمة ساكن طالت ذهبت أها خف. وكذلك يبيع أصبع قال أصبع يبيع 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 نقلنا حركة الياء عين الكلمة إلى الباء فاء الكلمة ثم قلبنا الياء قلبنا الياء ثم سكرت الياء واستغلنا همزة الوصل صارت بيع كما تقول العامة فالتقى ساكنة قلنا بيع وكذلك قل وصفها أقول 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 نقلنا حركة العين اللي هي الواو إلى القاف وقلبنا فانقلبت الواو صارت ساكنة قصصا صارت الواو صار له قول فسقطت الواو التقاها ساكنة مع اللام لماذا لا تستثقلونها في وبين ودلوين وبين ودلوين هذه لام الكلمة لكن لم يستثقلوها السبب أنها حركة إعراب تدل على معنى ثم هي منتقلة